ان هو هي يكسب النتيجه دي. يعني النتيجه دي بالنسبه للنجم ايجابيه، انت لو تلفيت اخطائك في الماتش الجاي، الاخطاء الدفاعيه خاصه، انت هتكسب الماتش وهتكسب بسكور، بس تتلافى اخطائك الدفاع، انت بتروح بتهاجم حلو بس. شكرا، بشكرك. برضو محتاجين نعرف راي اخر، يعني ايه اللي محتاجه الاهلي في مباراه العوده في برج العرب عشان يتخطى هذه المباراه ويتاهل ان شاء الله للمباراه النهائيه؟ اللي محتاجه الاهلي يلعب بنظام وبلاش موضوع وليد ازارو ده. يعني وليد ازارو كم مباراه ويضيع كم فرصه؟ يعني احنا مش هنعدل على حسام البدر وازاي بيلعب كده، لكن هشام ينزل ليه في الماتش اللي زي كده؟ فلكن احنا متوقعين ان شاء الله الاهلي متعود ومعودنا الاهلي انه دايما في مباراه العوده ان شاء الله يجيب هدف واثنين، لكن اللعيبه ما تاخدش انطباع ان خلاص صاعدين وبتاع، يعملوا حساب من دلوقتي. زي ما احنا شايفين كده عوده لاعبي النادي الاهلي لفندق الاقامه، شفنا هشام محمد وهو مجبس ايديه، يعني حاجه، يعني الواحد حزين جدا على اللاعبين اللي اتصابوا النهارده او اللي سوف نفقدهم نتيجه الانذارات، احمد فتحي طبعا، عبد الله سعيد للاصابه، وهشام محمد للاصابه. يعني هارد لك ليهم النهارده سواء بقى نتيجه او اصابات. يعني النادي الاهلي النهارده مش يومه الى حد ما في حته النتيجه، وايضا مش يومه في فقدان لاعبين مهمين جدا بالنسبه للنادي الاهلي. كابتن سمير، انت حضرتك كنت بتتكلم على جزء دفاعي واستغلال الى حد ما فريق النجم الساحلي عن طريق عمرو مرعي وبنجوره واللعيبه المميزه في فريق النجم الساحلي لدفاعات النادي الاهلي وما خلف دفاعات النادي الاهلي. طبعا خلينا الاول نقول الف سلامه لهشام محمد، ان شاء الله سلامات ويرجع سريعا ان شاء الله، وعبد الله السعيد، وعوده احمد فتحي من الايقاف. خسرناهم طبعا الثلاثه لعيبه نجوم كبار ومهمين جدا واضافه للفريق، كان هيفرق معانا قوي مباراه العوده، لكن ان شاء الله البركه في اللي موجود. وطبعا دي ميزه النادي الاهلي، لما حد بيغيب بتلاقي البديل الاجهز والاحسن، ومفيش فرق طبعا بين اللعيبه وبعضها. طبعا كلنا لعيبه بنمثل النادي الاهلي ولعيبه كلها جاهزه، ودي ميزه النادي الاهلي اللي بتخسره، بتخسر لعيب بتلاقي التاني على طول وبتلاقيه جاهز، فدي ميزه النادي الاهلي على طول، وصفقاته الحمد لله تشهد له سنتين ثلاثه اللي فاتوا. نتكلم على الاخطاء اللي احنا اتكلمنا فيها. كابتن فاروق، مش عايز رامي ان شاء الله في مباراه العوده او سعد او نجيب ايا كان مين اللي هيبدا، الاندفاعات النهارده كانت كتير قوي. يعني عمرو مرعي في تحركاته بينزل يستلم، وانا قلت لك راجل محطه من قبل المباراه، بيستلم وبيحضن كويس جدا وبيرتقي الكور العاليه بياخدها كويس قوي. يعني النهارده رامي ربيعه وسعد خد منهم 5-6 فاولات، تخيل انت، كتير جدا. بالاضافه طبعا في خطا تاني ما شاء الله شريف تألق، وهو انما المجمل الفني في الفعاليه الهجوميه ما كانش كتير جدا، عشان كده يعني بنقول انه الراجل ما عندوش اي اخطاء فنيه الحمد لله يسأل عنها. اذا كان في هزيمه اتفضل. لا عندك تقييم؟ اذا كان في هزيمه النهارده ما يسألش عليها غير ان مفيش توفيق. الاهلي وصل والاهلي راح والاهلي وهدد. انا عايزك تقيم برضو الخطوط بقى اللي بقيتها، يعني سواء بقى دفاع او نص ملعب. خط الظهر بالنسبه لي انا برضو النهارده، احنا قلنا فتحي ومعلول الجانب الهجومي، مفيش فعاليه هجوميه زي الترجي. صالوا وجالوا عملوا جبهتين دول بيعتمد عليهم النادي الاهلي هجوميا، ولازم الباكين في النادي الاهلي بيبقى لهم دور وحلول كتيره جدا. النهارده ما كانش فيه انما واجب الدفاع للاربعه، حتى الاخطاء هو سعد سمير ورامي حاولوا كتير النهارده، انما برضو انا اعتقد عدم وجود حسام عاشور في وسط ملعب النادي الاهلي اثر طبعا اثر. شوف احنا بقى هنا، شوف يعني انا قلت كلمه راح وليد عقب اثر وكمون قال لك كتير في اجماع ان حسام عاشور بيكرس الحته دي واقف، واخد بالك في قدام، عارف هو بيعمل ايه في راس المثلث قدام الاثنين مساكين. بعد اذن حضرتك نجيب عبد الله، ماشي، ما احنا مش عاوزين يعني برضو ادي عبد الله سعيد قدامنا كابتن، هو طبعا نتيجه الاصابه مش قادر يمشي يعني على الشاشه، ماشي خلاص، احنا وجهه نظر حسام.